السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ كيف كتشوفوا؟ اللهم بارك المحميه المتواضعه ديال عاشق الببغاء. دابا كي تشوفوا غادي نفينيو وغادي نعاود نكمل تما، غادي نحاول ندير واحد اللون جديد. هذا اللون اللي كاين عندنا هنا بيت نزيدو الصفر ونشوفوا اش من لون غادي يعطينا، هو اللي غادي نصبغ به ان شاء الله هذه البلاصه هذه. وتبعوا معايا دروكا الحلقه حتى نفيني هذه البلاصه وبيت نصايب هذا العشاش هادو، غنوريكم واحد الطريقه جديده بيت نديرها لهم ان شاء الله. اول ما نسالي غادي نوريكم ان شاء الله المحميه كيفاش طلعت، تبعوا معايا. واخيرا هاني ساليت الاخوان، صبغت هنا كاملو، هنا راه باقي يلا كينشف هكاك، علاش كيبان لكم هكاك مطراسي؟ غينشف غيولي بحال هكاك. صبغت هنا كاملو، درت بحال شكل تاع الكازون زعما الطبيعه، ودرت تما بحال شكل ساقيه زعما الماء، وصبغت هنا هو كاملو. صبغت هنا حتى هو كاملو. دروكا ساري تا شنو غادي ندير دابا؟ غادي نهبط نمشي نجيب شي عواد من الماكينه الاخوان، بيت نوريكم واحد الموديل جديد، بيت نصايبوا لهاد العشاش باش نعطيه للموانو في عواد ما نبقى تنثقب الحيوطه وهداك الشيء. غادي نصايب واحد الطريقه زينه باش تهز العشاش مخيرين ومنظمين، وبيت نديرهم للموانو. عاد بيت نمشي نجيب من الماكينه داك العود اللي قطع علينا الاخ عادل، غادي نجيبوه هنا باش نصايب العشاش باش نديرهم للدياموند جولد. تبعوا معايا دابا نمشي ان شاء الله الماكينه نجيب العود، عاد ديك الساعه نوريكم الفينيسيون ان شاء الله بحول الله. انا الاخوان دابا انا ساليت الصباغه كي شفتوا، غادي باقي لي شي صباغه في السقف هذاك الشيء من بعد ان شاء الله. دروكا كي قلت لكم غادي نمشي للماكينه لان الاخ عادل كيتسناني تما في الماكينه، تقريبا العود راه تقريبا قرب يتقطع كاملو ديال العشاش، وغادي نجيبهم ان شاء الله، غادي نمونطيهم غنجمعهم كاملهم ان شاء الله ونركبهم. وعاد ملاحظه بيت نقول لكم الاخوان علاش انا كندير بهذه الحلقات وكنصور لكم المراحل تاع هذا الشيء، هذا باش نبين اغلبيه الهوات اللي كيبغيو يبداو الانتاج نتاع طيور الزينه ويعكزوهم التكاليف، بمعنى التكاليف تاع الفوليرا غاليه، العشاش غاليين، تيمنين تيحسب التوتال تاع داك الشيء كيجي توتال كبير وتيعكز على الهوايه، وهي راه بالعكس راه بسيطه، وانتم اكبر دليل كتشوفوها الاخوان. اقسم لكم بالله الى المصاريف اللي كنخسر، يعني ماشي شي مصاريف اللي كتشوف الفوليرات، راه بابسط الامكانيات وهو كل شيء كنصوروا لكم. يعني بالنسبه للعشاش، العشاش دابا انت الى خاصك واحد 300 عش، حسبي 30 درهم العش، ضربها في 300 شوف شحال التوتال هذاك تاع الفلوس، هادشي الا شريتيهم. ولكن راه بامكانك تصايب عشاش يتقاموا عليك بقل من الربع نتاع الثمن الا مشيتي للماكينه وشريتي البلاكه تاع العود وفصلتيها كي غادي نوريكم. ومنين كتفصلها شنو كدير؟ كتجي انت كتمونتيها لراسك، راه ها هما غنمونتيهم بالمسمار الصغير وبالكرافوز، وانتم غتشوفوا العشاش كي بيطلعوا، داكشي اللي كيتباع بحالو، ويقدر نصايب انا كاع احسن منهم ومقيومين عليا بالربع ديال الثمن ولا اقل. يعني في المصاريف كنشوف اشتر فوليرات كي طلعتهم، راه بابسط الامكانيات، يعني بمسائل بسيطه، وانتم اللهم بارك شي حاجه في المستوى. اما الا جيت نخسر عليهم الفلوس راه ممكن نطلعهم ما احسن من هذاك الشيء ب 1000 درجه، ولكن انا ما خسرت والو. وكذلك حتى في المصايبه راه بامكانك انت تصايب راسك، انتم كتشوفوا انا كنصايب راسي، الصباغه راسي، التركاب راسي، اي حاجه نصايبها راسي، وكتقام رخيصه، يعني في عوض ما تكلف راسك بدوك التكاليف نتاع الصناعيه ويتزاد عليك التكلفه ويتقام عليك المشروع بدوبل ثمن، صايبوا راسك ودير فوليره وحده، شويه زيت الثانيه، شويه الثالثه، شويه الرابعه، وكل شيء كديرو بخدمتي يديك. وفي نفس الوقت عندها واحد الحلاوه واعره بالنسبه لي انا، والله ما كنحسب هذا الشيء تما، عرفتي علاش الاخوان؟ لان واخا كنضل النهار كله خدام تنسبق ولا تنقاد وكنعيا، ولكن شي حاجه كنحبها كنكون مرتاح فيها، يعني كنكون كندير واحد الحاجه وعاجباني ومتشوق نشوفها فاش بات سالي، فهمتوا؟ هذاك التشويق هو اللي كيخليني ما نعياش، تيخليني نبقى خدام وما عنديش السوق، لانني متشوق نشوف النتيجه اللي بطلع كيفاش دايره. هكا خصك تكون انت وراه يمكن لك تربي طيور الزينه ويكونوا عندك فوليرات في جميع الانواع الا دخلتيهم راسك وخدمتي عليهم. والخدمه راه انتم كتشوفوها دابا، ما نطولش عليكم، يلا نمشيو للماكينه نجيب العواد نتاع العشاش باش نصايبهم، لان ملاحظه راه غنصايب تقريبا اكثر من 300 عش، يعني واحد 100 غادي نديروهم للموانو، واحد 100 اخرين للدياموند جولد، واحد 100 اخرى للفيشري ان شاء الله بحول الله. وهادو كاملهم غيدوزوا على يدي ان شاء الله نصايبهم، عاد غنركبهم، وهادشي غتشوفوه كلشي مراحل، لان كنصور لكم المراحل باش
توكلوا على الله الاخوان. اي واحد كيحب هذه الهوايه هذه توكل على الله وبدا بالفوليره ديالك. بدا الله يعملك ديري فوليره نتاع الزبره وسير فيها شويه، زيد فوليره البيروش شويه، زيد فوليره الكالوبسيت وانت طالع، وشويه تلقى راسك عامر ببغاوات ما غاديش تعرف كيفاش تا درتيهم الا دخلتي هذا الشيء هذا راسك بطبيعه الحال. ما نطولش عليكم، يلا نمشيو ان شاء الله نشوفوا الاخ عادل ناخذ العواد كاملهم. ها انتم الاخوان احنا وصلنا للماكينه، ها هما هذايا القدام ديال العشاء، شوما اللور راه بقى عندنا في الدار، هذا غادي نديرو ليه التقبات نتاعو العش هنا بالماكينه هيا. كنتسناو دابا السيد يميمواريها تما باش يريق لينا العبار اللي بغينا في التقبه، بحال هاد الشكل هكا كتمشي هي، شفتوها كيريق لها على العبار اللي بغينا، وكتبقى هاد الماكينه كتحفر في العشاء. دابا باش ما نطولش عليكم، اول ما نصيبوهم ان شاء الله راه غادي نوريكم الفينيسيون تاعهم فاش نجيوهم للدار. وانتم الاخوان تتمشي الماكينه اللي كيكون عنده بحال هكا اللي كيقطع هاد العيبات، هادو ها هما راه كيلوحوهم شفتوهم، راه تمشي الماكينه يمكن لك تجيب بهم تصايب بهم الالعاب بحال هاد الشكل هكا شفتوهم. هيا خنشه عامره، هادو كلهم تتقبهم الوسط هنا وكتجي لهم قنبه وكتصايب بهم الالعاب نتاع البيروكي. المهم هادو تنساليو الفوليرات ان شاء الله وغنصايب لكم بهم تشوفوا الطريقه كيفاش. انا الاخوان وصلت للدار دابا، هانتوما كي تشوفوا العواد نتاع العشاش اللي غادي نصايب، غادي نبداو فيهم الخدمه دابا ان شاء الله باش نوجدوهم. وعاد كي قلت لكم ها هما البلانش، جبتهم الماكينه باش نصايب الفوليره الاخرى الجديده، وعاد هادو لقيتهم في الماكينه الاخوان. عرفتي اش بندير لهم؟ بندير لهم بحال شكل زعلوله معلقين من هنا، هذا غادي نديرو لبباغاوات، ها هو غادي ندير له واحد العلاقه من هنا، واحد العلاقه من هنا ونعلقوا في السقف يبداو تيلعبوا فيه بحال هذا الشكل، وغادي ندير ليه العاب من هنا. ولكن هذا الشيء تنسال الاخوان لنا دابا باقي تبعني خدمه كثيره، ودروك اول حاجه بين سبق هما العشاش تاع الموانو، وها هما العود اللي قلت لكم في الماكينه، ها هما الاشكال وانواع نتاع العود باش تصايب الالعاب. هذا الشيء كتشدو فابور في الماكينه. دابا هذه الخنشه كامله عامره هي بهذا الشكل هكا، بيجي تثقب بهم الوسط هنا وبدل ليه سلسله وبتصايب بهم العاب الببغاء.
وهو هذا العود خضر بحال مصبوغ، هو اصلا داير بحال هكا، عاد واحد الشكل اخر ها هو. حتى هادو راه يفابور من الماكينه، فيهم كاع الشكيلات، يعني تقبهم بحال هكا ودير سلسله وتصايب وحده تحت وحده، غديرهم لعاب الببغاء ديالك. هادشي راه كتجيبو من الماكينه فابور، ها هي خنشه عامره شفتوها الاخوان، غتصايب لكم اكثر من 100 لعبه. ها الشكل اخرين عاود ثاني حتى هما، كاين نجمات كاين مدورين مثلثين، هادو كتجي لهم تقبل الوسط وكتخدم بهم، حتى هما راه فابور جاو من الماكينه. ها هي خنشه، يعني دابا هاد الثلاث الخناشين نقدر نصايب بهم اكثر من 400 لعبه الاخوان للببغاوات وطيور الزينه. ولكن بطبيعه الحال هاد الخنشات غنخليهم ابار حتى نسالي، لان ما مساليش لهم الاخوان، هادو هما اخر حاجه غنصايبها هما وهادوك. مازال هاديك الزعلوله يقدر نديرها للببغاوات اليوم ولا غدا فاش نسالي، ولكن دابا اهم حاجه هي العشاش الاخوان. غادي نسبق العشاش تاع الموانو، عاد ديك الساعه نصايب العشاش تاع الدياموند جولد ان شاء الله، بين ما نجيب العشاش الاخرين ديال الفيشر حتى هما غندير واحد 100 بياسه فيهم. تبعوا معايا حلقة، السلام عليكم. شتا الاخوان الديكور ديالها، ودابا راه يمكن ليا نعود نقلب اي عش بغيت، ومن بعد نجي نعلقها. ها منين كتعلق شتوها كتجي وتعلقها في الحيط بمسمار واحد بحال هذا، هو يعني مسمار واحد كتجي تخشى فيه في عوض ما دير هنايا تسعود نتاع الثقبات. دروكا غنصايب الاخرين حتى هما، عاد غادي ندير ديال العود حتى هما نفس الشكل، راني خدام فيهم الاخوان. انا الاخوان كي تشوفوا ها هو البريزونطوار الاولاني، ها هو ركبتو بريزونطوار الثاني، ها هو البريزونطوار الثالث، ها هو. وملاحظه راه فيكس الاخوان، شوفوا كي بداو تيدخلوا لهم اللهم بارك، وشوفوا ملاحظه راه فيكس شتوه، درنا ليه فيس من هنا مفيكسي شتوه، ها هو مفيكسي من هنا ومفيكسي من الفوق، يعني راه راكبين مزيان، والعشاش راه صحاح دابا لاصقين مع العود. عاد انا الا بغيت نعود نقلب بين عود نجي ندير بحال هكا انتم معاه شتو الاخوان، ونعاود تاني نجي نسد العش ديالي. طريقه سهله، وجمع عليا العشاش كاملهم يلاه جوج ربعه سته ثقبات اللي كاينين فيهم. عاد ملاحظه باقي بيت نزيد وحدين الوسط هنا نتاع العود، بيت نصايبهم بحال هذا الشكل، ولكن يكونوا ديال العود، بيكون واحد هنا وبيكون الاخر هنا. ولكن اكتفيوا الاخوان بالحلقه اليوم هنا، لان هذا الشيء تيبان لي باقي فيه الخدمه كثيره، باقي العشاش تاع العود يلاه بيبداو تيتمونطاو، غادي نحاول نسهر فيهم هذه الليله الا قدرت نصايب شي حاجه شويه. ونتمنى حلقة اليوم تكون عجبتكم الاخوان، تسناوني في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى. السلام عليكم ورحمه الله. وانتم شوفوا اللهم بارك الموانو بداو تيزعموا يطلعوا يدخلوا العشاء، شفتوهم وراه يلا ركبتهم، باقي حتى السلوم ما خرجتوش، اللهم بارك. شفتوا الاخوان كي تيهز الخيوطه بيبدا يصايب دغيا، داك الشيء راه باقي يلا لصقوا ليهم، اللهم بارك. يلا الاخوان الله يعاونكم حتى الحلقه الجايه ان شاء الله، السلام عليكم. هانتوما الاخوان، وقبل ما نختموا الحلقه، هاد العشاش هادو كي تشوفوهم ها هو الموديل ديالهم بحال هاد الشكل بيطلعوا دروكا، هو يلا موديل تخدم. وصراحه اليوم راه عييت الاخوان، غادي نخليو هاد الحلقه الاخرى حتى الحلقه الجايه، وغادي نكمل ان شاء الله هاد العشاش هادو. هادو راه بيكونوا ديال دياموند جولد وديال موانو. هانتوما شوفوا معايا الباب كي داير، كتجي من الجنب هكا كتحل الباب شفتوها، يعني بيكونوا لهم بيبان من الجنب، وراه متيسع مخير الموانو الزبرة دياموند جولد جميع الانواع. يلا الاخوان نتمنى حلقه اليوم تكون عجبتكم، استناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في مستوى. السلام عليكم ورحمه الله.